ثاني يوم من السباق، وجولة أمس كانت شوي سرعاتنا بطيئة فيها حيث أننا كنا نجرب المراوح. المروحة اللي استعملناها كانت شوي كبيرة، فكنا نطلع من اللفات هي كانت تحصل على السرعة القصوى، لكن مرحلة الطلوع من البوية كان ينزل الأربية مطرادة وما كنا نقدر نلحق، فعدلنا الخلل هذا وغيرنا المروحة من 4 ريش إلى 3 ريش بحيث أننا نقدر نحصل الأربية، وعدلنا السيتاب شوية، وإن شاء الله نشوف كيف في البريف براكتس الحين ما يبين معانا ولين يوم السباق، وإن شاء الله أن نكون ننجز أو نحصل على مركز عدل. Therefore, we're working on the future drivers, Mohammed Rashid. You know, they're doing a good job, but it takes time. It takes time and experience, many years to get the experience running, and hopefully in the future, inshallah, that they come good and grow up to move to the Formula One.